فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل عن ربطة توضع في الشعر مجوفة ويوجد بها شعر اصطناعي، فما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا. أول شيء ما يجوز لك تكبر حجم رأسها، وثاني شيء أخشى أن هذا من الوصل، لأن الوصل معناها وصل الشعر بشعر آخر. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. فلا يجوز لها هذا، تكتفي بشعرها الموجود. الحمد لله. نعم.